مساء الخير. اليوم هنشتغل على مهارة التطابق. طبعا دي من أهم المهارات الإدراكية اللي احنا بنشتغل عليها من سن سنة لسنتين. طبعا فروقات ما بين كل طفل والآخر. احنا لما بنبدأ أول التطابق ليه مراحل المفروض بنشتغل عليها. أول مرحلة المفروض إن احنا بنشتغل على تطابق المجسمات. أول حاجة هنشتغل على المجسمات مع بعض. انت ممكن تشتغلها في البيت اي مجسمات عندك، ممكن بمعالق، ممكن بشوك، ممكن بطباق، بكاسات، اي حاجه بنشتغل عليها بالمجسمات تطابق في البيت. انا دلوقتي جايبه مجموعه حاجات، بس طبعا مش بنشتغل عليهم في الاول كده قدام الطفل كله. احنا اول حاجه هنحط حاجه واحده بس قدامه، يعني مثلا ده زي الخروف، ونبدا نقول له يلا ده خروف يلا، وده هات اللي زيه، ونبدأ نحط ده قدامه علشان يعرف ان الخروف زي الخروف. وبعد كده اول ما بيبدأ يتكون معايا وبيشتغل زي الطفل، بنبدأ ندخل كمان وسيلة تانية او اداة تانية او مجسم تاني، زي مثلا المكعب. يلا فين اللي زيه؟ هيبدأ يحط المكعب جنب المكعب او على المكعب، اي طريقه هو يحط بيها. طبعا بتبقى في البدايه مساعده كليه، انا بحاول امسك ايديه عشان يعمل زي زي ما قلت لكم من المجسمات. تطبق المجسمات باي حاجه عندك منها اتنين، ممكن سيارات زي دي، ممكن معالق، ممكن فواكه، ممكن اي شيء في البيت موجود. طبعا اول ما بنخلص تطبق المجسمات مع بعض نشتغل على طول بعديها مجسم مع صورة. طبعا ده لازم لا يقل عن 10 يكون الطفل اطفال. بنبدأ بقى نشتغل مجسم مع صورة. بنبدأ طبعا الصور بنحطها قدامه، بس بنبدأ برضو بصورة واحدة بس مع مجسم واحد. يعني مثلا لو هنحط التفاحة هنبدأ بس نفهمه الفكرة عشان يدرك يعني ايه مجسم مع صورة. هناخد مثلا التفاحة، لو موجود تفاح يعني حقيقي اوكي يكون احسن. يلا التفاحة مع صورة التفاحة مع اللي زيها، ونبدأ نعمل كده معاها. أول ما يبدأ يشتغلها معايا ويعملها بحط بقى صورتين، بحط ثلاث صور لحد ما الطفل يبدأ يتقن المرحلة دي. كرة مع كرة، سيارة مع سيارة. أول ما الطفل